الناحية الجنوبية مجددا. لماذا لا تأتي المساعدة الدولية في وقتها؟ من أمامي ما تبقى من تلفزيون لاتين على الضحية. من أمام الضاحية الأبية. تفاوض غير المباشر والتبادل. في الوقت الحاسم والتي باتت فيه كل ضربة عسكرية تستثمر بمكسب على طاولة التفاوض، وجه حزب الله صواريخه إلى موقع كفر جلعاد الذي يعتبر نقطة انطلاق للمظليين الإسرائيليين، فأوقع بحسب ما أعلن 12 قتيلا و30 جريح. رد إسرائيل جاء كالعادة، غارات جوية عادت لتستهدف الضاحية وتدمر المدمر، كما كان لمحيط مدينة صور حصة وافرة. هذه ولدان أيتام بين متوفي حال مدن من مطرح لمطرح. ألا من هني لأننا أيتام، روح شوفوا البيت، يعني طلعنا من تحت تكاسف الضرب. وبعيدا عن صور وتحديدا في الصريفة، كانت الجثث العالقة تحت الأنقاض منذ أكثر من أسبوع بسبب عجز السيارات عن الوصول إلى البلدة تستقبل أوائل المسعفين والصحفيين. الساعة 3:15 بالضبط طلع الطيران من فوق كفر صير، أسراب كبيرة يعني، وكسفوا المنازل كلها، نزلوا سقط 25 شهيد اللي كانوا بالبيوت. بعدها بس انكسف اجى طيران الهليكوبتر. طيران الهليكوبتر غايته انه ما يخلي الناس ينقذوا حدا اذا بعده طيب. ضل الهليكوبتر للصبح الساعة 7 الصبح. في مواطنين هربت بالحقول وبالبريره، صار يطاردهم الهليكوبتر تبعها قصف مدفعي. لا بقيوا تحت الردم، ما قدرنا يعني، صار في فترة هدوء شي ساعتين، طلعنا ما فينا، بدنا آليات كبيرة لفينا ننقم الشهداء من تحت. في السياسة بدا لبنان أكثر إحساسا من أي وقت مضى بقدرته على التحدث بمنطق الندية، فخرج رئيس مجلس النواب ليعلن رفضه مشروع القرار الأمريكي الفرنسي في مجلس الأمن، مؤكدا أن النقاط السبعة التي طرحها رئيس الحكومة في روما تمثل موقف لبنان. هل هناك موقف عربي عملي؟ لا نريد اشتراك بحرب ولا نريد مشاركة بقتال، ولكن العرب عندهم أدواتهم وعندهم قوتهم، واللي بتترجم سياسيا وبتترجم بألف أسلوب وأسلوب، وهم قوة لا تزال يحسب لها ألف حساب. هل مستعدون أنهم يأخذوا موقف لإنقاذ لبنان، لإنقاذ تطبيق هذه البنود السبعة، أم المطلوب أن يبقى هذا الجرح مفتوح، وأن يبقى هذا الجنوب ينزف، وأن يبقى لبنان أيضا يدفع الأثمان؟ أما آن لهذا اللبنان أن يترجل عن صليبه؟ أنا بانتظار الجواب العربي، وأيضا لعلني آمل أكثر من اللازم في أن يعاد النظر بقرار مجلس الأمن، بمشروع قرار مجلس الأمن بما يتلائم وينطبق مع النقاط السبعة، لأن لبنان، كل لبنان يرفض أي كلام وأي مشروع قرار
خارج عن إطار هذه النقاط السبعة، وشكرا لكم.